الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خلق الخلق بقدرته ورباهم بنعمه وأنعم عليهم بشريعته التي استنقذهم بها من الضلالة وهداهم بها بعد العمى. وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، إن هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هداية للخلق منذ أن بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، هذا الدين أيها الإخوة قد حوى كل ما فيه صلاح البشرية وصلاح الخلق أجمعين، وحذرهم مما يضرهم، فمن استمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إن هذا الدين أيها الإخوة قد جمع الخير من أطرافه، ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه، وهذا الأمر يستطيع كل عاقل أن يعرفه وأن يدركه إذا تأمل في جميل صنع الله سبحانه وتعالى وفي أحكامه التي أنزلها على خلقه، فإنه لا يمكن أن يأمرهم بشيء فيه مضرة لهم، بل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده فهو مصلحة لهم في دينهم وفي دنياهم، ولا يمكن أن تستقيم أمورهم إلا باتباع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكل أمر نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه فإن العاقل الحصيف المنصف يدرك أن هذا مضرة خالصة، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ومن حكمته لم يضيق عليهم، بل وسع عليهم في هذه الدنيا، ولكنه ضبط مسيرتهم في هذه الحياة وأحاط عملهم وحركتهم بشرعه الحكيم،
ليستقيموا على ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق، من خلق الجن والإنس، أن يعبدوه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد، ولما كلفهم الله سبحانه وتعالى بعبادته كفل لهم أرزاقهم في هذه الحياة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هذا أيها الإخوة نقدم به لأمر من الأمور التي حوتها هذه الشريعة، فإن هذه الشريعة جاءت تؤلف القلوب وتجمع الصفوف وتنهى عن كل ما فيه التنافر والتباعد، ولهذا أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة. فالله سبحانه وتعالى قد جعلهم مع تباعد أنسابهم جعلهم إخوة، هذه الأخوة أخوة الدين مثل أخوة النسب بل هي أعظم منها، لأن أخوة النسب قد تتحقق ولكن لا يتحقق معها مقتضى الإيمان، فقد يكون القريب بعيدا عن الله، قد يكون كافرا أو مشركا فهو بعيد عنك حتى وإن انتسب إليك، أخوة الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، هذه أخلاق مرذولة، ليست هي كل الأخلاق المرذولة، لكن هذه لها خصوصية في أنها إذا حصلت تباعدت القلوب وتنافرت النفوس، وما هكذا يريد الله سبحانه وتعالى عباده الذين يحبهم. ولذلك جاء في كتاب الله الكريم من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا اغفر لنا، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه مرتبة عظيمة عالية، ينبغي لكل إنسان مسلم أن يستشرف الوصول إليها، أن يبقى صدره سليما لإخوانه، أن يبتعد عن كل ما يقطع هذه الوشيجة التي تربطهم بهم. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن أمور كثيرة تؤدي إلى القطيعة، تؤدي إلى التفكك، تؤدي إلى التظالم، تؤدي إلى العدوان، ومن ذلك سوء الظن. سوء الظن، سوء الظن تغير القلب من الأخ على أخيه لأمر لم يتحقق منه، أو ربما كان شيئا يسيرا لكن الشيطان كبره في نفسه، سوء الظن. ولذلك يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكل
ما يوغر الصدور، وكل ما يدعو إلى القطيعة، وكل ما يؤدي إلى التنافر بين المسلمين، هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولن تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا اجتمعت كلمتهم وتوحد صفهم. هذا من أعظم المقاصد في شريعة الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والعقول الراشدة الصحيحة تدعو إليها. كيف يمكن أن يقوم بنيان المجتمع، كيف يمكن أن ينصلح حال الناس إذا تنافرت القلوب، إذا تباعدت النفوس، إذا نشأت الضغينة بين الناس، كيف يمكن؟ ولذلك قطعت الشريعة دابر كل طريق يؤدي إلى هذه القطيعة وإلى هذا التنافر. من هذه الأشياء أيها الإخوة التي تؤدي إلى القطيعة وإلى التنافر وإلى اشتعال الفتن وإلى وقوع المصائب والمآسي بين المسلمين، الاستعجال والتسرع في الحكم على الناس، أو في الحكم على بعض الظواهر، أو في قبول ما يلقى به وما يقال. هذا من أعظم الأخطار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الخلق ويعلم نفوسهم ويعلم ما يصلحها، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تثبت، تبين. ما قال لك لا تسمع، لا، لكن لا تحكم، لكن لا تقبل من أول وهلة. فتبينوا. لماذا؟ حتى لا تصيبوا غيركم بجهالة، يعني بهذا الظن الخاطئ، ثم بعد ذلك يتبين لكم أنكم قد أخطأتم فيما عملتم، فيما تصورتم، فيما قلتم، ولكن لا تساعة مندم، لأن كثيرا من الأمور إذا وقعت يصعب رفعها. إذا أسأت إلى إنسان، إذا قتلته، إذا آذيته، إذا جرحت عرضه، هذه أمور قد يصعب رفعها، بل قد يستحيل رفع بعض هذه الأشياء كما في القتل ونحو ذلك. فلذلك السبيل الوحيد ما هو؟ أننا نتثبت، أننا لا نستعجل. هذه الآية في كتاب الله الكريم يروي علماء التفسير فيها لها سبب نزول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب النزول في كتاب الله الكريم هذه لها أهمية بالغة في فهم معنى الآية، لأن هذا السبب يصور لك الأمر الذي نزلت الآية على مقتضى. نزلت الآية تبين حكمه أو تعالجه. هذه القصة كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه بعض من أسلم وقبل بالإسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه ليدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه بعد مدة في موعد محدد، أن يرسل إليه من يأخذ زكوات قومه الذين آمنوا، وكان موقنا بأن قومه سيؤمنون أو تؤمن جملة كبيرة منهم ويدفعون الزكاة، ويأتي عامل النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ هذه الزكاة. ذهب الرجل إلى قومه ومضت المدة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه
ليقبض زكواتهم. وإلى هنا والأمر لا شيء فيه. فذهب الرجل إليهم فلما أحسوا به اجتمعوا إليه وخرجوا لمقابلته، فوقع في نفسه أنهم إنما خرجوا ليقتلوه، خرجوا بهذا الشكل، هذا التجمع، هذا التجمهر الكبير، فخشي وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن فلانا قد منع الزكاة، اجتهاد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ هل أرسل جيشا عرمرما لاكتساحهم وإبادتهم؟ لا. هل أهمل الأمر؟ لا. أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أرسله ليستجلي الأمر، يذهب يبحث في القضية ويرى هل ما ذكره هذا رسول الله حق أم أن القوم على إيمانهم وإسلامهم. فذهب إليهم خالد رضي الله تعالى عنه وجاءهم بليل وبات قريبا منهم، فلما أصبح الصباح جاء وقت الفجر وإذا بهم يؤذنون. يؤذنون لماذا؟ لصلاة الفجر. وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم من أهل الإسلام، ما خرجوا عن دين الله. فبعد الصلاة ذهب إليهم خالد وقابلهم وقال: لماذا منعتم فلانا من الزكاة؟ قالوا: والله ما رأينا فلانا ولا منعنا الزكاة. فعاد خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه، عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وأثنى عليهم، قال: ما وجدت إلا أناسا مسلمين وأهل دين ومحبة وغيره، استعدادا لدفع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكن غضبه، غضب هو في المرة الأولى، سكن غضبه، لكنه لم يحدث أمرا يستوجب الندم. أرسل خالدا ليتبين الأمر، ونزل قول الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحان الله، كأنما هذه الآية تحكي واقعنا الآن، كأن هذه الآية نزلت جوابا عما يدور بيننا ويقع في مجتمعاتنا. قبول قالة السوء في المجتمع هذا أمر ليس بغريب، تجد من يتحدث ويقول: فلان هذا فيه كذا، رأيت فلانا على فسق، فلان هذا لا يخاف الله، فلان هذا، بعضهم يتجرأ ويقول هذا من المنافقين ويحكمون، وربما بعضهم يقول هذا من أهل النار مع أبي جهل ومع فرعون، وكأن ما عندهم مفاتيح النار ومفاتيح الجنة، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون. لماذا؟ لماذا الحرص على تجريم الناس؟ لماذا الحرص على تكثير سواد المخالفين والمقصرين والمذنبين؟ لماذا؟ هذا ليس من هدي الشرع، ليس من هدي الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مرشدا عباده المؤمنين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني فلان زنى، فلان سرق، فلان حصل كذا، فلان كذا، هذا الخبر قد يكون حقا، قد يحصل،
لكن العمل على نقله وإشاعته ونشره بين الناس، هذا ماذا يحدث منه؟ يحدث منه سوء ظن الناس في بعضهم، يفقدون الثقة في بعضهم. والأمر الثاني هو أنه يسهل على الناس تعاطي هذه الجرائم والمفاسد. إذا كان الناس يتناقلون أن فلانا زنى وفلانا سرق وفلانا قال وفلان 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 وفلان، حينئذ يخف، يصبح وقع هذه الجريمة وهذا الذنب خفيفا على النفوس. فلذلك يقوم أناس آخرون من ضعاف الإيمان بالجرأة على مقارفة هذه الذنوب، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا وشدد فيه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الناس بطبيعتهم يميلون إلى من يتحدث عن المساوئ، إلى من ينتقد. الناس يميلون إلى الناقد أكثر من ميلهم إلى الناصح الذي ينصحهم ويقول: يا ناس اتقوا الله، افعلوا خير، احرصوا على الصلاة وكذا وكذا. هذا قد يتقبل البعض كلامه والبعض لا يتقبل كلامه، لكن إذا جاءهم وقال: تعرفون هذا الإمام أو هذا المؤذن أو هذا الأستاذ أو هذا الإنسان الذي كذا، هذا فاسق، هذا يقال عنه إنه يزني، ويقال عنه إنه يشرب الخمر، ويقال ويقال. الناس إذا سمعوا مثل هذا الخبر يجدون في أنفسهم، كثير من الناس، محبة لجمع هذه الأخبار وسماعها بل ونقلها. واحد ينقلها إلى واحد والآخر ينقلها إلى غيره وهكذا، والدليل ما هو والمستند ما هو، تجد أنها كلها أقاويل. يقولون كما يقولون العامة، شركة يقولون، يقولون حتى ولو كانت حقا، تناقلها والحديث فيها هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ومما يرتب عليه العقوبة. لماذا؟ هذه الأقاويل السيئة التي يتساهل فيها الناس بدون تثبت، كلمة سمعها فنقلها، وهذا نقلها إلى هذا، وهذا نقلها إلى هذا، وفيه أناس فيهم حب استطلاع قد يصل إلى حد المرض، يريد أن يستطلع، يريد أن يسمع، وإذا سمع شيئا لا يسكت عليه، تجده كأنه وكالة أنباء يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا. فتجد أن هذا الخبر نقله واحد وأصبح يعرف عنه المئات بل الآلاف. هذه الخطورة أيها الإخوة ليست فقط في الإساءة لسمعة بعض الناس، بل لما يترتب عليها من أمور كثيرة. كم من بيوت خربت وهدمت، كم من نساء طلقت، كم من دماء سفكت وأنفس بريئة أزهقت، وكم 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 من قطيعة بين أحباب وأصحاب وأقارب بسبب هذه الأقاويل. وهذه الأقاويل بدون تثبت، بدون تثبت. فلذلك الله سبحانه وتعالى شدد في شأنها وحذر منها، ونبينا عليه الصلاة والسلام. وهنالك أيضا بعض الناس كلما جاءه خبر ينقله، يسمع وينقل، ينقل، لكن هذا الأمر استسهال النقل بدون تمييز، وأن يصبح الإنسان مجرد محطة مرور لهذه الأخبار، هذا من أعظم المصائب، من أعظم المصائب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، انتبهوا إلى خطورة هذا التحذير، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل كلام يصل إليه ينقله وينقله وينقله.
هذا قد يؤدي به إلى أن ينقل أشياء غير صحيحة، إلى أن يتسبب في الإفساد، إلى أن يتسبب في وقوع ما حرم الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو رمز الطهارة والكرم واستقامة الحال والكمال المطلق، النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وقعت له حادثة في بيته أساءت إليه وإلى أهله وإلى أصهاره وإلى المسلمين الذين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الأمر يصل إلى هذا المستوى هو عدم التثبت، سرعة في النقل، تقبل لكل ما يقال. هذه الحادثة المعروفة بحادثة الإفك، حادثة الإفك هي الحادثة التي اتهمت فيها أم المؤمنين المصونة المطهرة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، اتهمت فيها بالزنا، اتهموها بالزنا، وسارع المنافقون إلى نشر هذه القالة عمن؟ عن عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي عليه الصلاة والسلام، عن زوج محمد عليه الصلاة والسلام، وسارع أناس من الأغرار حتى وإن كانوا من الأخيار إلى نشر هذا الكلام، فعظمت المصيبة واشتدت وطأة هذا الخبر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى من يحبه، كل أصحابه يحبونه، ولكن الأقربين من الرسول عليه الصلاة والسلام ازدادوا من هذا الأمر كربا. بقي هذا الأمر قرابة شهر والناس يدوكون والأخبار هذه تتداول والمنافقون يعملون على نشرها، ومن لا يتثبت يتقبل ويقول يقولون ويقولون ويقولون، حتى أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وحتى أصبحت زوجه في غاية من الكرب، فنزل في كتاب الله الكريم، نزل الوحي بتبرئة أم المؤمنين، هذا كلام رب العالمين. أيضا نزل الوحي بالتقريع والتعنيف لمن يسرع في تقبل هذه الأخبار، مذكرا للناس بالرد إلى قواعد الدين، إلى حقائق الإيمان، إلى مقتضيات العقول الصحيحة السليمة. أي خبر يأتيك حتى وإن كان الخبر يتعلق بأحسن الناس وأفضلهم وأكرمهم تقبله وتنشره؟ الله سبحانه وتعالى يقول لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني ما كان الأجدر والأولى ممن سمع هذا الخبر أن يقف يقول هذا لا يليق بالرسول عليه السلام، لا يليق بزوجه، لا أن يذهب وينشر هذا الخبر. الله سبحانه وتعالى شدد على من ينشر هذه الأخبار، قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما تدرون كلام يقولونه، يقوله المنافقون، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك عظيم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني الرد إلى قواعد العقل، يعني هل يعقل أن امرأة عفيفة أم المؤمنين في بيت رسول الله أن تكون هذه هي المرأة الزانية والعياذ بالله؟ فبرأها الله سبحانه وتعالى. ومن الشؤم
من الشؤم ومن الضلال المبين ألا يزال هنالك في من ينتسب إلى الإسلام من يقول إلى اليوم إن أم المؤمنين عائشة إنها زانية، إنها زانت، يعني هو لا يكذب محمدا عليه الصلاة والسلام فحسب، ولا يكذب أصحابه، ولا يرد هذه العفة والطهارة فحسب، بل يكذب القرآن. الله سبحانه وتعالى هو الذي برأها في كتابه الكريم، فيصر هؤلاء على أنها زانية. يعني كلام هم أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا. هذا أيها الإخوة أمر في غاية الخطورة، لكن الذي نريد أن نصل إليه هو ما وقع في زماننا وفي أيامنا هذه من تناقل الأخبار وسهولة تداولها، ليس بين فئة قليلة ولا أهل بلد ولا أهل مدينة، بل إلى مستويات العالم. وسائل التواصل هذه الآن، وسائل التواصل هذه الآن فيها من الأخبار السيئة، وفيها من الإشاعات، وفيها من الضلالات، وهنالك أناس كثر ليس لهم هم إلا إعادة إرسالها. قالوا عن هذا كذا، وقالوا عن هذا كذا، وفلان صرح بكذا، والمسؤول الفلاني قال كذا، وهذه أمور بعد فترة يسيرة تجد أنه لا يصح شيء منها. إذن ما الذي دعاك إلى هذا؟ ما الذي دفعك إلى أن تتحمل الإثم من هؤلاء الذين نقلت إليهم هذه الأخبار الكاذبة، وأشعت الضلالة، وأشعت السوء والفحشاء في مجتمعات المسلمين؟ ليس لهم هم إلا فلان كذب، فلان سرق، فلان قال، فلان أخذ، فلان أعطى، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما هي الحصيلة بعد ذلك؟ لكن لو أنهم تثبتوا، لو أنهم تورعوا، لو أنهم حسبوا حساب الآخرة ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ومساءلته لهم عن هذه الأخبار التي نقلوها وعن هؤلاء الناس الذين أضلوهم، قد ينتقل هذا الخبر الذي نشرته أنت بهذا الجهاز إلى إنسان كان يهم بأن يعقد صفقة مع فلان، أو أن يتزوج من الأسرة الفلانية، وهذا الخبر وصل إليه فقطع كل هذه العلائق وترك كل ما كان يعزم عليه. وقد تكون في كثير من الأحيان لا تصح ولا تثبت، وهذا من الخطورة أيها الإخوة، أن الإنسان الآن يصبح ممراً، بل والعياذ بالله كأنه مزبلة يلقى فيها بكل شيء، ولا يتورع هو عن أن يعيد قذفها في مكان آخر بدون عقل، بدون رشد، بدون دين. أنت إذا أردت أن تنقل شيئاً فلا بد أن تفكر ما هي المصلحة من نقله، من هو الذي يستفيد منه، ما هي المضرة من كتمانه، لو لم أنقله ماذا سيحصل؟ ما يحصل شيء. لكن أن تسارع إلى نقل هذه الأخبار، أن تسارع إلى إشاعة البلبلة والاضطراب، حتى أصبح الناس في كثير من الأحيان الآن في بلبلة، لا يدرون ماذا يصدقون ولا ماذا يقبلون ولا ماذا يردون. كل يوم تأتيهم أخبار ثم يتبين لهم أن هذه الأخبار غير صحيحة، وهكذا 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 وهكذا، اضطربت حياة الناس، وانهدم ما كان بين الأقرباء، وما كان بين الإخوة في الله، وما كان بين المسلمين عموما من الوشائج التي لا بد أن تبقى قوية وأن تبقى متينة. وأعظم من ذلك أيها الإخوة، وهذا قد يقع فيه بعض من يظن أنه يحسن صنعا، ولكنه كما قال الله تبارك وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس بالضرورة أن يكون كل عمل عملته بحسن نية أن يكون هذا العمل مقبولا،
النية الحسنة مطلوبة، لكن لا بد أن يجتمع مع النية الحسنة صواب العمل، أن يكون صوابا خالصا، صوابه موافقته لشرع الله، وخلوصه أن يبتغي الإنسان به وجه الله، أن تكون نيته حسنة. لكن أما أن تكون النية حسنة وثم هو يتصرف كيف ما شاء، هذا الأمر غير مقبول بحال من الأحوال. من هذه الأمور أنك تجد في وسائل التواصل هذه أناسا كثيرا ينقلون أحاديث منسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول، وتجد من يستحسنها وينشرها ويقول انشر تؤجر، انشر تؤجر، انشرها لعشرة تؤجر، انشر انشر. من قال لك أن الرسول، هل تثبت من أن هذا الأمر قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كبقية الخلق في هذا المعنى، الرسول يوحى إليه والرسول يبلغ شرع الله، ولا يمكن أن تكون كثير من هذه الترهات وهذه الأحاديث الموضوعة وهذه الأقوال التي لا تصح أن تكون منسوبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يصنع الإنسان إذا كنت لا تستطيع التحقق مما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تنصح ولا تعلم ولا تعمل إلا بشيء قد تحققت من كونه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم تعلم لا يكلفك الله، لست مسؤولا عن الخلق، هؤلاء الذين يتحدثون ويتكلمون ويتناقلون الأخبار في وسائل التواصل. هذا الأمر يا إخوة قد يقع من كثير من الناس بحسن نية بقصد ترغيب الناس في الخير، وهذا الأمر قديم في عصور الإسلام الأولى، كان بعض الناس الجهلة السذج يضعون أحاديث، يعني يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش ما معنى وضع الحديث؟ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يضعون أحاديث للناس يذكرونهم فيها ببعض القضايا الإيمانية، بالتزام الدين، بالذكر، بالقراءة، بالصلاة، ويضعون لهم من هذه الأمور مما هب ودب، بقصد أن يردوا الناس إلى الإسلام، بقصد أن يجعلوا الناس ملتزمين بدينهم، مهتمين بالذكر والدعاء أكثر من غيره. بعض هؤلاء سئل لماذا؟ قال لما رأيت الناس انصرفوا إلى الدنيا أردت أن أردهم يعني بهذا، يعني ولا حرج عنده في هذا. وكثير منهم كانوا حتى يكذبون على الأئمة الكبار، على أئمة الحديث كالإمام يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا يضعون أحاديث ويقول حدثني أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن معين، قال 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 كذا. أحدهم هذا أبو عصمة، يقال له أبو عصمة المروزي، لا بأس أن نذكر قصته باختصار. جاء الإمام أحمد، تعرفون الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، جاء هو ويحيى بن معين، والإمام يحيى بن معين أيضا من أئمة السنة الكبار من رواة الأحاديث، جاءوا في مسجد، فبعد الصلاة قام رجل يذكر يعظ الناس وقال حدثني يحيى بن معين، قال حدثني أحمد بن حنبل، قال من قال لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله مطلوبة هذا، خلق الله منها طائر له 70 جناح، كل جناح تسبح الله، وجاء بهذا الكلام. فالتفت كل واحد من هذين الشيخين الفاضلين إلى رفيقي يقول أنت حدثته بهذا؟ قال لا. أنت حدثته بهذا؟ قال ما حدثته ولا أعرفه. فلما انتهى من حديثه جاء إليه وقال له
أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما تحدثناكم؟ قال سبحان الله، كأنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، في ناس كثيرين عشرات اسمهم هذا، ولذلك أنا أنقل عنهم. هذا يزعم أنه يفعل هذه الأشياء يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. في زمننا أيضا، هذا الزمن المعاصر، كثير من الناس يتجرؤون على الفتيا، يتجرؤون على العلماء، يقول قال الإمام فلان، قال الشيخ فلان، وهذا الكلام قد لا يصح لكنه ينسبه إليه، يريد أن يثبت للناس أن هذا هو الصواب، يريد أن يثبت مكانته بين الناس فيقول هذا الكلام. نحن ماذا يجب علينا في هذا؟ يجب علينا أن نرد الأمور إلى شرع الله. إذا سمعنا بشيء، شيء فيه مخالفة، شيء فيه تجريم، شيء فيه إساءة، أن نرده إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام معقول أو غير معقول؟ كيف نرد إلى دين الله؟ أننا نطلب الدليل عليه، ما وجدنا دليلا لسنا مكلفين بالبحث فيه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقولا، إنسان العاقل لابد أن يعمل عقله. لماذا أعطاك الله العقل وميزك وفضلك على هذه البهائم؟ حتى تستخدم عقلك، هذا لا تلغي عقلك. كلما جاءك إنسان بخبر نقلته وسكت عنه. فلذلك أيها الإخوة، هذه الأقاويل قد توجد كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قد توجد تقولا على العلماء، قد توجد لغرض سيء في نفس صاحبها، يريد أن يتهم شخصا، يريد أن يجرمه، بينه وبينه عداوة، شخص أو مجموعة أو أهل مذهب أو فئة، يريد أن يجرمهم، فهو ينسب إليهم هذا الكلام. هذا هو سيسأل يوم القيامة عن هذا. لكن نحن في الدنيا الآن، الكلام فينا في هذه الدنيا، ماذا علينا؟ علينا أن نتثبت، وإذا شككنا حسبنا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا كنا نعرف من حال الشخص أو من حال الأناس هؤلاء الذين يتكلم عنهم أن الصلاح والاستقامة، فإذا جاءنا هذا الخبر نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، لأن هذا لا يتناسب مع ما نراه. الآن أنت ترى بعينك وتدرك بعقلك، ثم يأتيك إنسان بقولة طائرة طائشة فتلغي عقلك وتلغي كل ما عندك في سبيل أنك تقبل بهذا. فلا بد إذن من أن نثبت على دين الله، ولا بد ألا نلغي عقولنا وألا نسلم زمامنا لهؤلاء الأفاقين، لهؤلاء المتعجلين، لهؤلاء الذين قد تنتظمهم أغراض عديدة، التساهل والتسرع والجهل والهوى وأمور كثيرة، والعداوة قد تنتظمهم أمور كثيرة. فلذلك لا بد أن نتثبت. حسبنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه أمور أيها الإخوة مما يجب أن نتذكره، ونحن نعيش في هذه الأيام في هذا الطوفان الكبير من الأخبار ومن المتناقضات ومن الأقاويل، وحسبك خبرا واحدا أو تغريدة واحدة أنها تصل إلى الملايين وإلى عشرات الملايين وإلى مئات الملايين من الناس، وربما يتعلق بها أناس كثير ويفتن بها أناس، وربما يردها بعض الناس، لكن أكثر الناس يفتنون بها. فلا تكن أنت سببا في فتنة الناس وفي اجتراح الذنب العظيم عند الله سبحانه وتعالى الذي ستسأل عنه، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يسألك عن ذنوب عباده، كل واحد يسأل عن نفسه. المسؤولية في يوم القيامة مسؤولية فردية، كل واحد مسؤول عن نفسه، ما يسألك الله عن الناس. أنت إذا كنت قادرا على دعوة الناس، على هدايتهم، على نصحهم، اعمل بما تستطيع،
لكن إذا لم تستطع لا يسألك الله، لا يكلفك الله، لا يؤاخذك الله أن فلانا ضل، فلانا لم يهتدي، فلانا لم يسلم، لا يؤاخذك الله. في يوم القيامة اطمئن، لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن أن فلانا ضل إلا إذا كنت أنت سببا في ضلاله. إذا كنت أنت السبب الذي أضللته نعم سيسألك الله، لكن إذا لم تكن سببا فلا حرج عليك. إذا كنت سببا في إضلال الناس فستحاسب على هذا، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أظن أن هذا الأمر إذا تفكرنا فيه فإنه سيحجزنا عن كثير من هذه الأمور، لأن الإنسان حينئذ ينظر إلى مصلحة نفسه هو، وينظر ثانيا إلى مصلحة إخوانه وإلى مصلحة تأليف القلوب وصفاء الصدور، وأن نكون صفا واحدا كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا اجتمعت كلمتها، إلا إذا اجتمعت كلمتها، إلا إذا توحد صفها. وهذه الأمور والعياذ بالله تقطع الوشائج وتثير الضغائن وتفسد ما بين الناس، فلذلك كان حقا علينا أن نتثبت. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام كلمتي هذه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا وألا يجعله حجة علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يكفيهم شر الأشرار وفجور الفجار، وأن يصلح أحوالهم، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.